السلام عليكم. اليوم غنحضروا ان شاء الله واحد الاكله اللي هي اللحمه بالباميه. كل اللي غنحتاجو هو نحتاجو اللحم وغنحتاجو ليه كذلك الملحه وورق الغار، غنحتاجو ليه هذا الكغدامو اللي هو الحبهان، وقليل قليل من القرفة، وغنحتاجو ليه فصوص الثوم، وغنحتاجو بصلتين، وغنحتاجو الفلفل الأسود، وكذلك كنحتاجو ليه صلصة طماطم او لا كان طماطم فريش يعني تكون مطحونة في مضروبة في الخلاط يعني تهي مقبولة. بعد ما حطينا هنا قليل من الزيت سخن غادي ننزلو عليه باللحمة وغادي نقلبوه مزيان. يعني اللحمة ما محتاجش نزيد فيها شوية دهون حيت هي أصلا بالنسبة لي فيها دهون. نقلبها مع بعض، نخليها شوية تشرب. غنحطو معاها قليل من الحبهان والورق الغار، غنستمرو التحريك ديالها في هاد الزيت وورق الغار والحبهان، وغنحط لها كدا قليل من الملح. نستمرو التحريك ديالها بالصفر بالصايط، ونخلي الحلة مفتوحة باش اللحم ما ينزلش الماء، يبقى ناشف يبقى يتخلى غير في الزيت. وغنحتاجو ليها الأوكرا اللي هي ضرورية حيت مذكرتكمش بيها، تبقى غادي أوكرا مجمدة. بعد ما خلينا اللحمة ديال العشرة دقايق كيما قلتلكم تقلى في الزيت وما تسيبش الحلة خليتها مفتوحة باش ما اللحم ياخدش الماء، كتشوفو يعني اللون ديالها قلبت على جوج دوايت، تقلبو في التقلاب ديالها على جوج دوايت باش تاخد اللون. دابا غادي ندير عليها درت بصلة حبيتين ديال البصلة، ودرت خمسة فصوص ثوم اللي هما طحنتهم ونطلعو على هاد الشكل، وغادية نكبهم في ال بعد ما حطينا هاد البصلة والثومة غنزلو بشوية ديال القرفة، قليل من القرفة، رشة من القرفة، كذلك رشة صغيرة من الكمون، رشة يعني رشة قليل من القرفة والكمون ما نكثروش منهم ثاني قليل، وغنحطو الفلفل الأسود يعني دار معلقة صغيرة فلفل أسود وربع معلقة قرفة وربع معلقة كمون، وغادي نحركو العناصر مع بعض، وغنخليو هاد الحلة مفتوحة ما نسدوهاش بس البصلة حتى هي ما تطلقش الماء، غنخليوها غير تحمر تقلى مع هاد اللحم. غنخليها ديال 7 دقائق تقريبا، 7 دقائق غنستمر في التحراك ديالها باش ما تحرقش ما تلصقش، ونكمل. وزودت عليه ايضا 7 قليلة ربع معلقة من 7 بهارات مشكلة ديال اللحمة، ونحضر هذاك العناصر مع بعض. يعني ريحته عاطية طالعة زوينة حيت يعني التوابل مع البصلة مع الثومة مع اللحم يعني خليته شوية تقلى في الزيت، ريحة ما شاء الله طالعة تحفة. غنستمر في التحراك هكا والحلة مفتوحة حتى هاد البصلة تاخذ لون ذهبي، وعاد نزيد ليه الماء. خلينا هاد اللحمة تشبعت بالتوابل والبصلة والثومة، خليتها ديال تقريبا 15 دقيقة حتى 20 دقيقة، وخليت باش كعطيتها استمرت في التحراك. دابا غنكب عليها المفاتر يعني باش تكمل الطياب ديالها، يعني كبت عليها الماء الكافي اللي غتطيب فيه اللحم، وغنسد عليه ونخليه حتى بعد ما يطيب اللحم غادي يعني يقمشي يطيب نص طيبه، غادي نحط عليه عاد طوميطو صوص ديال الحك، و
ونحط عليه ال الاوكرا. كبيت ما كافي يعني ريحته عاطيه ما شاء الله، ريحته زوينه وتكون حبهان. انا درتو ما مدقوقش، خليته يبقى الفوق هو هو اللوري، واللحم يعني طاب وتشبع مزيان ديك التوابل وال وبصلاء الثومه داكشي، يعني ريحته عاطيه زوينه. دابا غنسد عليه وغنخليه يطيب. بعد ما اللحم طاب معنا شويه يعني نص طياب، غادي نزيدو عليه دا معجون الطماطم. غادي نحركو هاد يعني بعد ما زدنا داك معجون الطماطم، يعني عندي هاد هذيك خليت منها شويه يعني الا الربع. غادي نكب معاه الاوكرا ونخليها تسبك مع اللحم وتشرب من المطيشه. يعني جربوها كتجي زوينه ولذيذه بزاف. عندي مجمدة هاد الأوكرا، يعني ولا الصوص ديالها خدا اللون أحمر حيت درنا فيه معجون الطماطم. غنخليوها دابا غنسدو عليها ونخليوها تكمل الطياب. الأكل ديالنا ولا جاهز طاب، يعني جا تحفة وريحته عاطية زوينة، وكذلك المذاق. وكما كتشوفوا يعني اللحمة طابت مزيان والبامية هي طابت، يعني خديتها خدا وقت في الطياب، جاء ما شاء الله يعني ريحته عاطية زوينة. نتمنى تجربوه و خليو ليا رايكم، الا كاين شي كومونت شي حاجه خليو ليا في الكومونتير، اي تعليق مرحبا. وجزويون وملي تجربوه قولوا ليا الوصفه كي جاتكم، واش طلعت معكم الوصفه زوينه. يعني جات بصراحه ما شاء الله الطعم تحفه.